لمناقشة التطورات اليمنية ينضم إلينا عبر الهاتف من مكة المكرمة الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي. سيد عبد العزيز، مرحبا بكم. مصادر عسكرية تؤكد أن السيطرة على ميناء الحديدة يمثل بداية السقوط للحوثيين، ما السبب برأيكم سيد عبد العزيز؟ السلام الله عليكم وعلى السادة المشاهدين. الذي أود أقوله أن السيطرة على ميناء الحديدة يعني تعتبر ضربة، أهم ضربة بعد سقوط عدن أو بعد تحرير عدن قبل 3 سنوات. تحرير بالنسبة لتحرير أو سقوط ميناء أو تحرير ميناء الحديدة سوف يقطع الواردات المالية عن الحوثيين، كونهم يتحكموا الإيرادات المالية، لكنه لن يؤثر على المستوى القريب على جماعة الحوثي، كونها تسيطر على المناطق الجبلية والعاصمة صنعاء، ولا يمكن تحرير العاصمة صنعاء انطلاقا من الحديدة، لأن هناك مرتفعات شاهقة يعني من على يعني ترتفع حوالي 3000 متر عن سطح البحر، لكنه يعتبر ضربة لإيراداتها المالية وضربة معنوية لقواتها. نعم. طيب سيد عبد العزيز، من الناحية العسكرية هل توفرت لديكم معلومات عن سير العمليات الدائرة الآن في الحديدة؟ أين وصل الجيش اليمني والمقاومة؟ ما طبيعة المهام التي توكل إلى التحالف العربي؟ دعني أرجع. أولا عملية تحرير الساحل الغربي بشكل عام بدأت قبل حوالي 6 شهور. نعم. عقب مكتب الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح. طيب. وكانت بدأت بتحرير مديريتي الكوفة وحيص جنوب محافظة الحديدة على الساحل، ثم توجهت العمليات إلى ما قبل شهر رمضان، وحدث اختراق في الجزء الغربي من الساحل بأرض لا يزيد عن 10 إلى 15 كيلو متر حتى وصل إلى على بعد 10 كيلو متر من مطار الحديدة. العمليات اليوم هناك حشد قوي، هناك ضخ إعلامي قد يكون مبالغ فيه إلى حد ما. العمليات انطلقت اليوم باتجاه تحرير مديرية الدريهمي شرقا والوصول إلى مشارف المطار. المطار هو يعتبر الضاحية الجنوبية لمدينة الحديدة. العمليات العسكرية تتجه يعني شرقا بعملية التفاف على المطار بدون دخول المطار بشكل مباشر حسب ما وردنا حتى الآن. سيد عبد العزيز، تعتقد أن الميليشيات الحوثية سوف تتخلى بكل سهولة عن ميناء ومدينة الحديدة؟ يعني بمعنى آخر، كيف تتوقع شكل المعركة النهائية؟ أخي الكريم، بالنسبة من طبيعة الميليشيات الحوثي. نعم. أنها لن تتخلى بسهولة عن هذه المدينة. طيب. كونها تمثل عصب الحياة أو الشريان المادي بالنسبة لها، لا أعتقد أنها سوف تتخلى بسهولة. ما حصل من انتصارات في الأيام الماضية والفترة الماضية والانتصارات السريعة نتيجة أن الحوثي يقاتل في أرض شبه صحراوية، في سهول صحراوية، لا جبال ولا مباني يستطيع أن يتستر خلفها أو يستخدمها دروع، لكن في داخل المدينة كل الأمور تشير على أنه يستعد لحرب شوارع وحرب مدن. الأهم في هذا الجانب أن هناك، لو تتذكر، مدينة تعز تعاني منذ 3 سنوات. لكن طبيعة مدينة تعز الجبلية تستطيع تحمل المعارك وتحمل حرب الشوارع وتحمل انقطاع المياه لفترة معينة، لكن بالنسبة للحديدة تصل درجة الحرارة. سيد عبد العزيز، نعم سيد عبد العزيز، ستطول حرب الشوارع؟ ستنتهي سريعا أم أنها ستطول سيد عبد العزيز؟ يجب أن تنتهي سريعا، إذا طالت فسوف تحدث كارثة إنسانية. أنا أتوقع أنها سوف تنتهي سريعا. التحالف العربي والجيش الوطني يدرك إدراكا تاما أن مدينة ساحلية كالحديدة لا تستطيع أن تتحمل الحرب لفترة طويلة. من مكة المكرمة الخبير العسكري عبد العزيز الهداشي، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.